يا أهلا وسهلا. الفقرة اليوم مع الحنونة، تفضلي. المايك الحين كله لتس، السناب اليوم لتس، أول نبدأ تفضلي. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ وش أخباركم؟ عساكم بخير، يديم علينا وعليكم نعمته ويوفقنا وياكم ويسحركم لي والترياحين. تبدأ فقرة المرقوق اللي بدون لحم و مرقوق، انت امي تسوي المرقوق بدون لحم وبدون كشنه صح؟ بدون كشنه وبدون كله ويجنن صباح. طيب وريتني اياه، ما شاء الله سهل، سهل يلا الحين ما نبدا. شاء الله سهل. وانت يعني قاعده لا تحطي المرقوق ما بين تاخذينه معك الاستراحه اليوم صح؟ ها؟ تاخذينه معك الاستراحه؟ اي باخذه صديقاتي، صديقاتي الغاليات. انا حبيت هذا جزر وكوسه وفلفل وقرع ونج فاصوليا وفاصوليا بصل. الحين هذا البصل مرقوق ما شاء الله ما احسن. حطيتي ثوم صح؟ ها؟ ثوم ثوم باذنجان. انا نقعه بالمويه، وريهم يا سلمى. اي هذا انا نقعه بالمويه باذنجان، حتى انه ما يطلع اسود، حطيتيه بالمويه وملح يطلع ما شاء الله. آه. شوف بياضه ما شاء الله، شوفوا بياضه، وغسله ونقعه عشان يعني وقت التقطيع تجهزين وتحطين مويه وملح. ايوه احط ملح مطحون على حسب الرغبه، تبغي تطحنينه هذا مطحون بحطه لانه طعم. كم طماطم؟ شكل ما تخيل. صلصه علبه كامله؟ علبه على حسب المرقوق اللي عنده، على حسب. بعدين هذه المويه، هذا الليمون، هذه القرفه نقعته بالمويه حطيته الحين. شوفوا شوفوا الحين خلاص كل المويه والطماط والبصل والقرع وكله كبسته مع بعض كله مشكله ما شاء الله على حسب اللي تبين. انا حط ملعقه والله لذيذه مره ما شاء الله. البهارات البيضاء بعدين تجي البهارات الفليفل حايل على حسب الرغبه، بس انه والله تعطي طعم ولذاذه. بس في ناس ما يحبون اللي حاره، لا تكثرين منها ولا حلوه ما شاء. طيب اذا حطيت فليفل شوي يعني ما يصير الطبخ حار؟ ايه انا فليفل ما كثرت، حطيت شوي على حسب. ايه بعدين مشكل ملعقه واحده. ايه والبهارات البيضاء نص ملعقه. ما شاء الله تبارك الله تعطي طعم ولذاذه وحلو بالطبخ وخفيفه خفيفه مره. جرب هذه تفوز، لو يعطونا بقيمة ربع ربع هالبهارات أخذته وأنام غمضة. ما شاء الله أي طبخة تحطينه بطبخ بيض بطماط وفول بعدس كله مرقوق مطازيز برز ما شاء الله واللحم تغير وميت. الدجاج أنا بصراحة كل ما يجون عيالي يتعدون معي يقول وش هو الدجاج هذا المرقوق أرز وتغير طبخة 100% تغير يعني مرة شكل وطعم ما تخيلونه. هذه وهذه انا اعتمدتها المره. الفيفله على حسب اللي بغيتي حار حطيتي، ما تبين حار لا تحطين. ما تحطون انا احط ملعقه يعني على حسب انكم يعني تبغون. في حد يحط ماجي احد؟ يعني كل واحد له رغبه. هذا بحط زيت زيتون. زيتون ما شاء الله تبارك الله. ضروري زيت الزيتون؟ ما شاء الله تبارك الله زيت الزيتون بعد له دور كبير بالطبخ، بس انه ما شاء الله القرفه الاولى حقتها الظاهر ولا؟ اي الجف. اتركه 3 دقائق 4 دقائق يطبخ القرع شوي، بعدين بحط المراهيف. عاد برجع لكم بحط المراهيف، بس خليه يطبخ 3 دقائق 4 دقائق. الطبخ خلص مراهيف. هذول المرقوق يعني ما بحقات قرصان، حقات مرقوق. مراهيف خاصة للمرقوق مكتوب عليهم. اي للمرقوق خاصة، ها شوفوا ما شاء الله. عاد ابدا احطه هنا على جنب، قطعه. ما شاء الله يطبخ نفسه هذا. هذه هي. لاني انا ما احط الكيس كله. هذا المرقوق شوفوا ما شاء الله لونه. شكله والبهارات له دور كبير ترى ما شاء الله. ان شاء الله تبارك الله. ريحة الطبخ البهارات له دور كبير. يطلبون حطي لي مرارة بيس. هذي اخر شيء صح؟ هذا اخر شيء كذا مرقوق. سهلات مرة ما شاء الله كذا تحريك المرقوق. ها؟ طبعا هذه الطريقة سهلة بدون لحم بدون كشنة بدون لحم وبدون
كشنة ما يفعل مرهيف وبدون عجين مرهيف جاهز بدون عجين بدون لذيذ يجنن ما شاء الله يواجه بعد طعم وشوف الطعم واللذاذة بس ترى بقول لكم شيء نقطة عشان نقدمه ترى البهارات ما شاء الله ما يعلى عليها أنا كنت من أول إني ما أستغني عن لازم لحام لازم أحط شيء الحين البهارات ما شاء الله لا إله إلا الله وتهبل تهبل طعم أنا كده هذا الحين بحط أعطيك أسوان هذا من عندي أنا لذيذ مع المرقوق هذا الفلفل الأسود الأحمر تحطينه وخلاص عاد بعدين بغرفناه الحين بغطيه كذا خلص المرقوق كم يجلس على النار؟ كم تخلينه؟ ساعة وربع ساعة طولين له ولا تقصرين؟ ما هو كثير يصير كثير على حسب الكمية الحين ما هو كثير والطولين له ولا تقصرين له؟ لا قصر له يقعد له دقيقتين ثلاث دقائق من قصر له نار هادية مرة ايه. الحين شوفوا ما شاء الله شوفوا شكله ايه ما شاء الله الحين ما شاء الله شوفوا شكله الحين الفلفل الأسود تحطين مو تطعيمه اللي يحب انه يحط واللي ما يحب ما هو بضرني الله. وهذه الزبدة الإيش؟ وهذا الكشنة بحط عليه طبعا يصير لونه بني أحلى أطعم هذا البصل واللون البصل هذا لأن الزبدة أحسن كل ما تنجب الزبدة أطعم هذه تحطينه فوق المرقوق صح الكشنة؟ فوق المرقوق إيه الحين غرفت المرقوق ورتيها هذا أقل من ملعقة هذا بحطها قدام ما شاء الله تبارك الله هذه بهارات الكشنه هذه كشنه الرز والجريش والمرقوق بس ما تحمسونه اللي تحطونه فوق ها اي هذه تحط إيه. فوق ما شوفوا ما شاء الله تبارك الله اللون طلعت ذهبيه تهبل لهب مره ما شاء الله بقول لكم سلبة الطبخ لما انت حطيتي البصلات نجطين وذوبينه خليه كذا نص حمسه شفتوا ما شاء الله تبارك الله شوف الحين عاد بسكر عنه بس كذا يعني شوي أيه. حمص خفيف أيه. ما ينجب يعني ها شوفوا ما شاء الله تبارك الله يهبل مبغيتي الى الرز مبغيتي الى المرقوق المصابيب يعني البصل ما يذوب ترى يعني لا ما يذوب أيه. لانه مبغيتي المصابيب مراصيع نفس أي... الطريقة هذه نفس الطريقة هذه المرقوق خلص ما شاء الله تبارك الله الحين ويا ريتكم قريبين تشمون الريحة يا ليتكم قريبين ودي اذوقكم كلكم يا متابعين السوق يا حبيبكم الله يسعدكم ويوفقكم وينور لكم شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ها شوفوا خلص الحين ما شاء الله عاد ما شاء الله اللون والطعم والريحة يا ريت اتصلكم تهبل صراحة تهبل تهبل والله انتي تهبلين ما شاء الله تبارك الله شفتيني ما شاء الله تبارك تسلم الايادي عاد اليوم امي مصلحته بدري عشان خلص المغرب مرقوق الاولين عشان تاخذوا معه الحين معزومه عشان بروح لصديقاتي ايه. يا حبيبي الله يسعدهم ويسعد متابعين السوق يا رب يوفقهم ويسعدهم وينور دروبهم ويصلح لهم النية والذرية ومن كانت فيها هم أو فيها مغثة يا رب اصلح لها النية والذرية وفرجها يا رب العالمين من كانت له منية تم الدنيا اللهم حققها ويسرها ووسع برزقها ووسع بواب رزقها يا رب العالمين وفقني لما يحبه ويرضاه يا رب العالمين الله يسعدك سعادة لا بعدها شقى يا رب العالمين ووفقك والله ما اجعل اجر وثواب والوالدين ووالديكم والمسلمين اجمعين واللي ما لهم احد يدعي لهم الله يا حي يا قيوم ترى هذه اكله اول ياكلونها الاولين طبقه الاولين اللهم اغفر لهم وارحمهم ما شاء الله تبارك الله شوفوا لون المرقوق ما شاء الله يشهي مره 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 ما شاء الله طعم لذيذ 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 ما احكي لكم هذا الطعم ما شاء الله تبارك الله طبعا المجربين البهارات اكيد تخيلوا الطعم